شكرا يا ريم. بص، وانا عندي برضو سؤالين. انا هعمل 6 أسئلة دلوقتي بسرعة جدا. في حد بعت لي بيسأل سؤال ان مش هقدر أسأل السؤال ده قدام الناس. هو بيسأل هل العادة السرية مرة في الأسبوع مضرة ولا مش مضرة؟ ده سؤاله. يعني العادة السرية مرة في الأسبوع طبيا مش مضرة، إلى أن الضرر ممكن يكون ضرر نفسي. إيه الضرر النفسي؟ أن الناس اللي عندها الوازع الديني عالي بيحس أن ده ذنب، بيحس أن ده خطية، فيحس إحساس مش كويس عن نفسه وعن الجنس الآخر وعن العملية الجنسية عامة. فده ممكن يعمل عقد نفسية ملهاش علاقة. العادة السرية مش مضرة طبيا ولا نفسيا، بس لو أنت هتحسسك بالذنب الشديد، الذنب الشديد ده هيأثر على علاقتك الجنسية قدام، هيأثر على ثقتك بنفسك، ولأن احنا عارفين ان الإحساس بالذنب والإحساس بالخزي والعار هو أساس معظم المشاكل النفسية. ده الرد بتاعي. في واحد تاني برضو بيسأل سؤال جنسي. حضر الروم بتاعت امبارح وسمعني وأنا بتكلم على الفيتشيزم، وبيقول إن المشكلة دي عنده، إن هو بينجذب للجزمة بتاعت الستات أو رجلين الستات فقط، وإن الموضوع يعني مأثر على حياته، وإن هو من الواضح من طريقة عرض المشكلة إن هو مش مرتبط ولا أي حاجة، بس هي دي حاجة أوبسست عليها. يعني ده موضوع اتكلمنا عليه امبارح. أنا الحلقة بتاعت امبارح دي اللي كانت على إدمان المواقع الجنسية سجلناها وهنزلها على اليوتيوب، فأنا أنصح إن أنت يعني تابع القناة بتاعت اليوتيوب، وانا خلال الاسبوع ده هنزل الحلقة. لكن ان يكون الناس عندها تفضيلات جنسية معينة، بيتشد لعينين البنت، بيتشد لشعر البنت، بيتشد لرجل البنت، ده عادي مفهوش مشكلة. انما لما يكون الانجذاب ده بقى محدد في حاجة معينة وما بيقدرش هو او مش عاوز خالص يعمل اي حاجة جنسية في اي علاقة جنسية غير النقطة دي، ان هو مثلا يلمس رجلها ويبص على رجلها بس ومش عاوز حاجة تاني خالص، طبعا ده هتأثر عليه في المستقبل وهتأثر في علاقاته في المستقبل. ده يبقى ده مرض وعاوز علاج وليه طرق علاج. لو انت عايش برا مصر، في ناس تخصصها العلاج الجنسي اللي هو بنسميهم سكس ثيرابيست. السكس ثيرابيست دول الناس اللي هو بيعالج كل الانحرافات الجنسية بكل انواعها. هل طب امتى اعرف ده مرض ولا مش مرض؟ تاني، اذا انت هو ده الحاجة الرغبة الجنسية الوحيدة اللي موجودة يبقى ده مرض، او اذا انت زي ما انت عرضتها لي ان هو انت يعني مهووس بالموضوع وبيأثر على يومك وعمال تفكر فيه طول النهار والليل. وانا اتوقع برضو ان انت بتخش على مواقع جنسية تتفرج على هذا المنظر من الفتشيزم، ده برضه دليل على ان احنا محتاجين عليك. نرجع للسؤال بتاع ريم. بتسألني في شخص بيسأل على عنده انفصال في الشخصية. الناس لما بتقول عنده انفصال في الشخصية دي بيلتبس الامر، ممكن احتمال يكون بيقصد فصام مش انفصال، فصام. يكون سكيزوفرينيا. اللي هي سكيزوفرينيا دي مرض علاجه الاساسي هو علاج دوائي، اللي هو ده مرض بيحصل فيه ضلالات فكريه وبيحصل فيه هلاوس سمعيه وهلاوس بصريه، بتسمع حاجات مش موجوده، بتشوف حاجات مش موجوده، وبتعتقد معتقدات مش حقيقيه. انا المسيح المنتظر، انا الدجال، مش عارف ايه، انا الوزير، انا يعني معتقدات غريبه، الناس بتراقبني عاوزه تقتلني، يعني معتقدات مش صحيحه بس انت مقتنع بيها. ده فصام وده علاجه في جزء نفسي طبعا، بس العلاج الدوائي اكتر فيه. في مرض تاني اسمه انفصال في الشخصيه، اللي هو مالتيبل بيرسوناليتي ديس اوردر، اللي هو يبقى عنده شخصيتين او ثلاثه. ده حاجه تانية خالص، اللي اكيد شفتوا افلام كتيره بتطلع عنه، ان هو واحد بيبقى ليه 4 شخصيات، بيبقى مره قاتل ومره بيبقى دكتور ومره بيبقى شيخ ومره بيبقى طيب، يعني بيبقى بيقدر يعيش شخصيتين او ثلاثه في حياته، وبيبقاش واخد، بينسى كل ما بيخش في شخصيه بينسى التانية وبينسى التالته. طبعا انا شفتها كذا مره يعني في البراكتس بتاعتي، ليها علاج دوائي وليها علاج نفسي وبتتحسن. وهو ليه الناس، في انا عارف ان في ناس معانا يسال وليه عمال يقلب بالشخصيات كده من شخصيه لشخصيه؟ يا عم احنا رد قادرين على شخصيه واحده، ما يبقى الواحد عنده 2 ولا 3؟ لا، هي بتبقى طريقه دفاع نفسي، ديفنس ميكانيزم، ان هو بيهرب من الواقع
عن طريق انه يخلق واقع تاني. فبيبقى اساس العلاج ان احنا ازاي نتقبل الواقع ده. يعني افتكر وانا في مصر واحده جات لي انها عيله ملتزمه جدا، محافظه جدا، عيله متدينه يعني، وفجاه البنت بيحصل لها انفصال كده، وانها تبدا تحط مكياج وتبدا تلبس لبس يعني مش من مناسب للعيله او تقاليد العيله اللي هي جايه منها، وتتكلم بطريقه وتتصل على وتكلم شباب في التليفون، يعني مش مناسب خالص، السياق مش مناسب خالص، لدرجه انها وصوتها كمان بيتغير. وكان العلاج حاجه واحده بس، ان هو عشان القصه دي ما تحصلش، انها تتقبل العيله بتاعتها وتتقبل الواقع، والعيله بتاعتها تتقبل ان مش لازم ان اولادها يعيشوا نفس الواقع والتقاليد اللي هم بيعيشوها، لازم نفتح مجال شويه، بدل ما البنت بقت تنفصل عن شخصيتها تماما وتعيش شخصيه هي بتحلم بيها في عقلها الباطن، لا، طب ما انا ممكن في خلال التدين وخلال العيله الملتزمه دي افتح شوية الباب شوية، بحيث اقدر اعيش كل احتياجاتي بدون ما اضطر ان انا انفصل تماما عن الشخصية، والناس تحس ان انا غريب وان انا اتحجز في المستشفيات. يعني طبعا الموضوع معقد اكتر من الصورة اللي انا عرضتها، بس يعني انا بقول يبقى لو الشخص بيقصد فصام، ده مرض من اخطر الامراض النفسية وعلاجه دوائي اكتر. لو الشخص بيقصد انفصال الشخصية اللي هي multiple personality disorder، يبقى ده برضو العلاج النفسي اكتر من الدوائي. طيب ال حد كان هو اللي بيسأل. عنده فصام يا دكتور، وشكرا جدا لحضرتك. اوكي تمام، انا توقعت كده. هو طبعا الانفصال في الشخصية ده بيبقى يعني مرض نادر، مش يعني انا في حياتي شفته مثلا يعني 5 6 مرات مثلا. انما الفصام طبعا اللي هو بيسأل عليه ده منتشر جدا، ونسبته 1%، يعني كل 100 شخص في واحد بيبقى بيتأثر بهذا المرض. طيب في حد تاني اللي هي بتسأل على depersonalization و derealization، اللي هي بتقول انها بتتفرج على نفس بنتها 22 تهاني. سنة، بنتها 22 سنة، ساعات بتحس انها بتشوف نفسها في حلم او بتتفرج على نفسها، اللي احنا اللي انا اللي احنا بنسميه ديرياليزيشن وديبرسوناليزيشن، اللي هو انت بتنفصل عن نفسك وتشوف نفسك وتشوف اللي حواليك، او تحس ان انت في حلم وان اللي انت فيه ده مش حقيقة. طبعا دي برضو ديفنس ميكانيزم، دفاع نفسي، لما يكون في ضغوط نفسية كتيرة شديدة الانسان بيتجه للاتجاهات دي. يعني هي نوع من انواع يعني قريبه من الانفصال في الشخصيه، بس طبعا مش نفس الدرجه. بتحصل للناس في الحروب مثلا، يعني انت تبقى في الحرب ما منتشره جدا، تبقى انت في الحرب والناس عماله تموت وتشوف رجل مقطوعه هنا وبتاع، تلاقي نفسك في ثواني انفصلت عن يعني بقيت حاسس ان انت بتتفرج على المشهد، مش انت في المشهد، انت بتتفرج على المشهد اللي بيحصل ده. فبتحصل للبنات اللي بتتعرض لضحية اغتصاب أثناء الحادثة، بتنفصل عن نفسها وبتحس إنها بتتفرج على الحدث. طبعا ممكن الشخص اللي بيسأل يقول لي أنا بنتي ما تعرضتش لحروب وحاجات كبيرة قوي كده، ما هو ساعات بقى بتحصل لبعض الناس في الضغوط العادية يعني، وساعات تو بي اونست ساعات يبقى ضغوط بسيطة جدا، اللي هو عندي امتحان، رايح أقابل واحد خطيبي وبيتقدم لي، يعني حاجات بسيطة، وتلاقي الحاجات دي بتحصل. العلاج تاني في علاج نفسي ليها وفي علاج دوائي. يعني كان لسه عندي أم قريبة، أم عايشة حياة مستقرة جدا، كل حاجة كويسة، بتقول لي أنا 24 أور أنا بتفرج على نفسي، يعني حتى كانت بتضحك. يعني انا يعني اديتها دواء مضاد للاكتئاب، مع ان ما فيش اكتئاب ما فيش قلق، بس اديتها دواء مضاد للاكتئاب، العرض كله اختفى تماما. فانا انصح ان احنا نشوف طبيب لو الضغوط النفسية كبيرة جدا، هتعلم ازاي اتعامل معاها والاعراض دي تخف. لو الضغوط النفسية مش كبيرة قوي وده بيحصل، انا شايف ان الاس اس ار اي مضادات الاكتئاب ممكن بتحسن من الاعراض دي. طيب عندنا سؤال تاني، الأخ اللي كان بيسأل إن خطيبته أو مراته أو كده عندها تقلب مزاج شديد جدا، وساعات بتبقى صعبة في التعامل معاها. طبعا اللي هو بيوصفه ده أنا مش عاوز أشخص يعني، بس ده أعراض بيرسوناليتي اسمها بوردر لاين بيرسوناليتي، اللي هي الشخصية الحدية. تاني الشخصية الحدية
هو بيعرض اعراض دي، انا ما اعرفش هي عندها الحاجه دي ولا لا، بس هو ممكن يقرا عن المرض ده الشخصيه الحديه او بوردر لاين بيرسوناليتي. الناس دي بيبقى عندهم تقلبات في المزاج كبيره جدا زي ما انت بتوصف، ساعات يبقوا مبسوطين وهاديين وساعات يبقوا متعصبين ويتنرفزوا، ممكن يشتموا، ممكن يمدوا ايديهم، ساعات بيبقى عندهم خوف من الهجر، فيبقى حاسين ان الناس اللي حواليهم هتسيبهم ومش هتتقبلهم ومش هتحبهم. بيبقى عندهم برضو impulsivity اللي هي اندفاع، اندفاع في القرارات واندفاع في السلوك. ساعات بيبقى عندهم سلوكيات ادمانية، ادمان مخدرات، ادمان للاكل، ادمان للشرب. اوكي سوري. ادمان اي اعراض ادمانيه، ادمان للصرف، الشوبينج طبعا مشهور في الستات، يعني كل ما تتضايق تروح تصرف وتشتري من الامازون والحاجات دي. دي كلها صفات موجوده في الشخصيه الحديه. فانا انصح بدم احنا بنعرف دي مشكله امتى، بدم اثر على علاقتكم بطريقه جامده كده، خلاص نروح عند معالج نفسي او طبيب نفسي نتكلم معاه في الاعراض ونحط خطه علاجيه يعني. طيب في اخر سؤال، شخص بيسال اما اكون في امتحان او اكون مع حد ساعات ايدي، انا فاكر انها بتلخبطها في الكلام والايد بتتعوج بطريقه ناحية معينه. الايد ولا ويا فاطمة؟ اه